السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بيكم في فيديو جديد كل مشاهدين قناة اصنعيها بنفسك لتعليم الكروشيه. النهاردة ان شاء الله هنتعلم مع بعض طريقة عمل شال كروشيه مستطيل بغرزة في منتهى السهولة والجمال. طبعا نقدر نستفيد من الغرزة في اي مشروع كروشيه تاني، اي مشروع يعني بشكل مستطيل او مربع. الغرزة تمشي في حاجات كتير قوي، من اقدم واجمل الغرز واسهل الغرز هي غرزة الصدفة، بطريقة سهلة جدا. ده الخيط اللي انا هستخدمه. عايزه اقول لكم ان الغرزه من تكرار سطر واحد بس اي خيط يمشي فيها. اللي معايا ده خيط متوسط، تقدروا طبعا تستخدموا خيط رفيع او سميك، وتمشي برضو للصيف وللشتاء. وحاولوا على قد ما تقدروا تستخدموا الابره المناسبه لسمك الخيط بالظبط، يعني لو مقاس الابره اكبر من سمك الخيط حاجه بسيطه ماشي. الابره اللي معايا هنا رقم 5.5 ملم، لكن لو مقاس الإبرة أقل من سمك الخيط الغرزة هتبقى مشدودة والنتيجة يعني مش هتعجبكم، هتلاقوا الغرزة ناشفة قوي. يلا نبدأ ونقول بسم الله. أول حاجة هبتدي أشتغل سلسلة البداية، هتكون بعرض الشال، وبعد كده هنرتفع لحد الطول اللي احنا عايزينه، ونفس طبعا الخطوة بتطبقوها في أي مشروع كروشيه تاني علشان شدة الغرزة يعني كده بتبقى أفضل. هبدأ كده الأول بسلسلة البداية، ومحتاجة هنا اشتغل سلسلة من مضاعفات الرقم 4، برتفع كده 1 2 3 4، وكرر تاني رقم 4 1 2 3 4، وهكذا بقى لحد ما نوصل للمقاس اللي احنا عايزينه. ادي 4 ونرجع تاني 4 سلسلة، اهو بنضاعف الرقم بالطريقة دي 1 2 3 4، 1 2 3 4، وهكذا بقى. يعني عايزين خلينا نقول السلسلة 60 سنتي تقريبا عرض الشال المستطيل. نكرر تاني 1 2 3 4، بس كده كفاية. نشتغل على السلسلة دي، جميلة جدا غرزة الصدفة ونتيجتها بتبقى حلوة. بلف الخيط على الإبرة وهعد هنا على السلاسل اللي قدامي 1 2 3 4، وادخل هنا في رقم 5، يعني انا فوت 4 سلسلة. ادخل كده وهشتغل على طول، هنبدأ الصدفة. بشتغل عمود بلفة، وفي نفس السلسلة هدخل واشتغل العمود التاني، يبقى انا كده اشتغلت عمودين. بعد كده فاصل سلسلة واحدة، وهرجع تاني في نفس السلسلة او في نفس الحلقة اشتغل كمان 2 عمود بلفة. ادي عمود والعمود التاني، اهو تمام كده. يبقى الصدفة اللي هنشتغل بيها على الغرزة كلها 2 عمود، سلسلة 2 عمود، ولسه طبعا هنكررها تاني كتير، واربعة سلسلة فوتهم. بعد كده الف الخيط كده ومن غير اي سلاسل هشتغلها على طول. بعد ما هنخلص الصدفة هعد كده على السلاسل اللي قدامي 1 2 3، وهدخل هنا في رقم 4 وهشتغل الصدفة اللي بعدها على طول عمود بلفة بنفس الطريقة. يبقى احنا كده عندنا السلاسل دي 3 بنفوتهم وبنشتغل الصدفة اللي بعدها على طول. انا كنت اشتغلت عمود، ادي العمود التاني وسلسلة فاصل، وفي نفس المكان او في نفس الحلقة هرجع اشتغل 2 عمود بلف. خلي كمان شديت ايديكوا في الغرز عادية جدا، خلوا العمود شغله عادي، ما تريحوش العمود ولا تبقى ايديكوا مشدودة علشان برضو الغرزة ما تبقاش مشدودة. ودي الطريقة اللي هنكمل عليها لحد نهاية السلسلة من غير اي سلاسل. بلف الخيط على الابرة وبعد كده 1 2 3، وهدخل هنا في رقم 4 وهشتغل نفس شكل الصدفة. ما تنسوش طبعا لو دي اول مرة بتشوفوا القناة فضلوا اشتركوا وفعلوا الجرس. ادي سلسلة ونشتغل كمان 2 عمود، ولما تضغطوا على الجرس اضغطوا على كلمة الكل علشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد ينزل على القناة. تمام كده، ده شكل الصدفة اللي هنكمل عليها. بلف الخيط من غير اي سلاسل وهرجع كده تاني عد 1 2 3، وهدخل هنا في رقم 4 وهشتغل نفس شكل الصدفة. كمان ما تنسوش تشتركوا في قناتي التانية كروشيه ستوديو، هتلاقوا دايما اللينك بتاعها موجود في صندوق الوصف. بعد السلسلة الفاصل بلف الخيط وبشتغل 2 عمود بلفة، هو ده حجم الصدفة اللي احنا عايزينه في الغرزة دي، 2 عمود سلسلة 2 عمود.
اهو شايفين ده الشكل. وهكمل بنفس الطريقة من غير اي سلاسل، 1 2 3، وبدخل هنا في السلسلة الرابعة. ممكن يعني ده السطر اللي هياخد معاكم وقت بس، لكن طبعا هو مفيهوش لخبطة ولا في يعني شغل معقد، ولكن بعد كده السطور اللي جاية كلها في منتهى السهولة. يعني زي ما انتوا شايفين احنا بنعد هنا على السلاسل، باقي السطور مش هنعد خالص، هتشوفوا دلوقتي. بعد ما اشتغلت الصدفة على طول بلف الخيط من غير اي سلاسل وعد 1 2 3، وادخل هنا في رقم 4. خلاص احنا هنقفل دلوقتي السطر مع بعض. اشتغل كده الصدفة، 2 عمود سلسلة واحدة، وفي نفس الحلقة بشتغل كمان 2 عمود بلفة. ادي العمود التاني وبس كده وصلنا هنا. لازم يبقى معايا طبعا في النهاية 3 سلسلة لما هنوصل لنهاية السطر، على حسب بقى انتوا ضعفتوا رقم 4 كم مرة. بعد 1 2، وبدخل هنا في اخر سلسلة اللي هي التالتة، واشتغل عمود بلفة واحد بس. طبعا معاكم السلسلة هتبقى اطول من كده، اشتغلوا في النهاية يتبقى 3 سلسلة. نقفل السطر كده بنفس الطريقة. في البداية فوت 4 سلسلة. وعايزه اقول لكم حاجه برضو، لو ما اشتغلتوش بمضاعفات رقم اشتغلوا بالطريقه دي. برتفع للسطر الجديد 3 سلسلة وبلف الشال، وهبتدي اشتغل سطر صدفه في منتهى البساطه. بلف الخيط وعلى طول بقى دي الاماكن اللي انا بدخل اشتغل فيها، في فراغ السلسله بتاعت الصدفه بندخل كده، وفي الفراغ ده بنشتغل نفس شكل الصدفه. ادي كده العمود التاني وعندي سلسله فاصل، وفي نفس المكان 2 عمود بلف. ركزوا معايا السطر بنبدأه ازاي وهننهيه ازاي. ادي الصدفة اشتغلتها في فراغ السلسلة، على طول بلف الخيط على الابرة برضو من غير اي سلاسل، وبروح هنا في فراغ السلسلة وبشتغل نفس شكل الصدفة بنفس الطريقة. 2 عمود سلسلة واحدة، وفي نفس الفراغ كمان 2 عمود بلف. ادي عمود والعمود التاني، هتمشي معاكم الغرزة بمنتهى البساطة. نكمل كده السطر بنفس الطريقة، اهو ده شكل الصدفات. الصدفات كلها هتبقى فوق بعضها كده بالشكل ده. على طول بلف الخيط وبروح هنا في فراغ السلسلة بتاع الصدفة اللي بعدها، وبشتغل نفس شكل الصدفة. ادي سلسلة وفي نفس المكان نشتغل 2 عمود بلف. العمود التاني هكمل كده بنفس الطريقة لحد نهاية السطر، وارجع لكم نقفله مع بعض لحد نهاية السطر. هكمل خلاص كده وصلت لنهاية السطر، شغلي كله صدفات وبس بنشتغلها في فراغ السلسلة. ولما توصلوا لنهاية السطر بتاعكم، ادي الصدفة اشتغلتها اخر حاجة، هنقفل السطر هنا. على طول بلف الخيط على الابرة من غير اي سلاسل برضو، وهروح هنا على السلاسل دي. مش شرط تعدوها من البداية، انا بعد مثلا كده من عند العمود ده والعمود اللي بعده، بروح للسلسلة اللي بعدهم على طول، ويعني من ظهر الحلقة برضو بتبقى باينة. ونشتغل عمود بلف، هتفرق كتير برضو، هتخلي الجوانب مظبوطة. يعني اشتغلوا على طول في السلسلة اللي بعد الصدفة، وبرتفع 3 سلسلة وبلف الشال، وهكرر تاني نفس السطر بنفس الطريقة. بلف الخيط على الابرة وبدخل هنا في فراغ السلسلة بتاع الصدفة، واشتغل نفس شكل الصدفة. 2 عمود سلسلة، وفي نفس المكان 2 عمود بلفة، وبرضو خلي شدة ايديكم في الغرز كلها زي بعض علشان ما تلاقوش صدفة كبيرة وصدفة صغيرة، وبتبان بقى دي في الشكل النهائي. هكمل كده السطر لنهايته برضو بنفس الطريقة، وارجع لكم نقفله مع بعض. وصلت هنا لنهاية السطر بعد اخر صدفة، عندي هنا السلاسل طبعا هم 3 سلاسل دي، ممكن نعد من هنا 1 2، وهي في السلسلة الثالثة بندخل. عدوا من هنا او من عند الاعمدة مفيش اي مشكلة، ولكن التزموا بالسلسلة دي اللي هي بعد العمود بتاع الصدفة. هتشوفوا دلوقتي كمان لما هرتفع بالسطور الجوانب هتبقى مظبوطة تماما. هكمل كده بنفس الطريقة، وادي شكل الغرزة بعد ما ارتفعت شوية بالسطور. شايفين شكل الغرزة بيبقى تحفة، كل ما ترتفعوا بالسطور شكلها بيبان.
اهي وش زي الظهر مفيش اي فرق. دي من الغرز المرنة العملية. ليه برضو انا بقول لكم كده؟ علشان بعد ما بتخلصوا شغلها، شايفين الجوانب، مش محتاجين اي شغل تشتغلوه على الجوانب خالص. هي الغرزة كده مجرد ما تخلصوها بتبقوا خلصتوا المشروع بتاعكم. وبرضو القاعدة بتاعت الشال مش محتاجة شغل عليها، ولكن يعني عايزة اقول لكم لو حابين تضيفوا اي اضافة او تشتغلوا غرز على الجوانب برضو، بس يعني تكون حاجة بسيطة، هتبقى اضافة جميلة للعمل. وكده خلصنا، ولحد ما نتقابل في فيديو جديد هسيبكم في رعاية الله.